السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أهل بيتك وأنصارك المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار ومالية، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيه. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا، فغسل بالدماء الجارية تبكيك عيني يا أبا عبد الله، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية، ودمعي أسيان يجري لأي مصيبة، ونواظري تبكي لأي رزية سالت عليك دموعها لمحبة، تبكيك لكنما يا عيني لأجلك إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد وآل محمد. موضوع البحث هذه الليلة بعنوان الاجتماع أخلاقية أخلاقياته الأم. مقدمة البحث كالتالي: من قواعد التربية الأخلاقية الصحيحة بحسب ما نفهم من كلام الله عز وجل ومن الروايات والأخبار التي تتضمن إشارات كثيرة في هذا المقام، وهذا ليس بمنى ولا بعيد أيضا عما تنتجه علوم الأخلاق القديمة والمعاصرة. من قواعد التربية الأخلاقية التركيز على الأخلاقيات الكبرى وليس التفاصيل، لأن الأخلاقيات الكبرى إذا توفرت عند الإنسان تكون لديه قابلية تلقائية لاكتساب الأخلاقيات الجزئية أو الصغرى، بينما ليس من الضرورة بمكان أن يكون توفر الأخلاقيات الصغرى عند الإنسان مولدا للأخلاق الكبرى. ولهذا قد يجهد الإنسان نفسه في تربيته لنفسه أو في تربيته لأبنائه أو مجتمعه، يجهد نفسه في التركيز على التفاصيل، فيكتشف في نهاية المطاف أن هناك خلل كبير في السلوك الأخلاقي. ليش؟ لأن التفاصيل والجزئيات لا تولد الأخلاق الكبرى، ولهذا ربما في الانعطافات والمنعطفات يسقط الإنسان أخلاقيا مع أنه كان هناك تركيز عليه على مدى سنين، لكن كان التركيز منصبا على الجزئيات. حتى تكون التربية الأخلاقية على مستوى عال من الرقي والنجاح والتفوق وتؤتي أكلها أيضا في الحياة الاجتماعية، لا بد أن يكون هناك تركيز على الأخلاق الكبرى. يعني مثلا الصدق من الأخلاق الكبرى كما سأشير إلى الروايات. الصدق المقابل للكذب أو الذي يقابله الكذب من الأخلاقيات الكبرى، ولهذا الآية المباركة في سورة مريم تشير إلى ميزة الصدق عند شخصية من الشخصيات، ثم تقول: وكان رسولا نبيا.
يعني ذكرت واحد من الأسباب التي تؤهله لهذا المنصب، وذلك لمناسبة الحكم والموضوع. مو أن الآية تريد أن تقول أنه والله كان صادق ثم تقول هذا رسول من باب الإخبار، لا، ما دام ذكرت الصدق في البداية ثم ذكرت لنا نتيجة وهي أنه كان رسولا نبيا، معنى هناك ترابط بين المقدمة والنتيجة. واذكر يا رسول الله في الكتاب إسماعيل، وهذا إسماعيل ابن حزقيل وليس إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم. عندنا ثلاثة إسماعيل، عندنا إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم اللي هو الذبيح، وعندنا إسماعيل اللي يطلق عليه في العهد القديم إشمائيل اللي كان نبيا في زمان طالوت، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هذا أيضا إسماعيل ولكنه من ذرية إبراهيم لكنه ليس ابنا له مباشرة، يعني مو إسماعيل الذبيح بس من ذريته. وهذا إسماعيل ابن حزقيل. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، هذا يبين أهمية الصدق. ذكر السبب ثم أشير إلى النتيجة. مثلا بحسب ما نفهم من الروايات أن التواضع من الأخلاق الكبرى. كيف؟ لأن في رواية عندنا أن الله عز وجل خاطب كليم الله كليمه موسى عليه السلام قائلا له يا موسى إني نظرت إلى الخلق نظرة، يعني اطلعت على كل الخلق في زمانك، فاخترتك نبيا لأنك أكثرهم، لأنك أكثرهم تواضعا، معنى أن الميزة التي بسببها اختير نبي من الأنبياء أنه كان ترابيا، كان شديد التواضع، هذا يبين على أن هذا الأمر من الأخلاق الكبرى. الحلم في الروايات خب سيد الأخلاق أو رأس الأخلاق، لكن في القرآن الكريم الباري جل وعلا عندما طلب منه إبراهيم ولدا صالحا قال فبشرناه بغلام حليم، مو فقط صالح وإنما متسم بسمة أخلاقية كبرى. الله سبحانه وتعالى إذا أعطى الشيء العظيم، فإذا قال هنا فبشرناه أعطيناه بشرى بأننا سنعطيك ولدا، مو فقط صالح وإنما متصف بالحلم، هذا يبين أن هذه الصفة الأخلاقية من الأخلاقيات الكبرى وليست من التفاصيل. في مقابلها البشاشة مثلا، هذه من التفاصيل، خلق راقي لكن من التفاصيل. إماطة الأذى عن الطريق مثلا، هذا من تفاصيل، خلق جيد هذا وتنص عليه الروايات لكن هذا من تفاصيل. مثلا التفسح في المجالس، مع أن القرآن أشار إليه والروايات تشير إليه بس هذا من التفاصيل. إذا الأخلاق الكبرى توفرت كل هذه الأخلاق التفصيلية تتداعى بشكل تلقائي، لكن لو أن الإنسان ركز على هذه الجزئيات مو من الضرورة يحصل الأمور الكبرى. ولذلك ينبغي التركيز في التربية الأخلاقية على الأخلاق الكبرى لأنها المسؤولة عن إظهار الصورة المثلى للإنسان في الحياة الاجتماعية، والمسؤولة أيضا عن إحداث حالة من التوازن في حياته الاجتماعية. قلل عنده الخطأ هذا، هذه مقدمة البحث.
المقصد الأساسي أو فكرة البحث ما هي حتى لا أطيل؟ فكرة البحث أن أي مجتمع من المجتمعات حتى يرتقي، حتى ينجح، حتى يحقق إنجازات صحيحة في الحياة، حتى يصبح مجتمعا متقدما مثاليا، لا بد أن تتوفر فيه الأخلاقيات الكبرى وليس التفاصيل، لأن التفاصيل ليس من الضرورة تولد مجتمعا ناجحا، بل بالعكس يمكن يكون مجتمع لديه أخلاقيات تفصيلية كثيرة ومع ذلك يعشعش عنده الجاهل والتخلف والأمراض والفشل أيضا. وهذا يمكن أن يفهم من خلال مراقبة وقراءة المجتمعات على مدى التاريخ الإنساني وحتى الزمان الحاضر. شوف ايش قد اكو كانت مجتمعات فيها أخلاق لطيفة وطيبة، لكن مع ذلك كانت من المجتمعات الموسومة بالتخلف والجاهل والمرض. مثلا المجتمع العربي قبل الإسلام، لما واحد يقرأ أدبيات ذاك المجتمع، مثلا يقرأ الشعر الجاهلي مثلا يعني مثلا، أو ينظر إلى عاداتهم، يقرأ حول عاداتهم وتقاليدهم مثلا، بعض صيارهم، يكتشف أن المجتمع العربي كانت عند بعض الأخلاقيات الجيدة، وأنما كانت هناك أخلاقيات أبدا. مثلا الكرم، المجتمع العربي كان مجتمع كريم قبل الإسلام، ها المجتمع العربي كان مجتمع كريم. مثلا الأوس والخزرج كرما كانوا، مثلا قريش كانوا كرما، تميم كانوا كرما، ثقيف وهوازن كانوا كرما، سمة الكرم عندهم كانت موجودة. لكن في مقابلها سمة الخيانة عندهم في أعلى درجاتها. شوف في التفاصيل عندهم أخلاق جيدة، ولكن في الأخلاق الكبرى عندهم فشل. لذلك المجتمع العربي في الوقت اللي كانت فيه سمات أخلاقية جيدة لكن تفصيلية، كان يعتبر من نماذج المجتمعات المتخلفة والمريضة. من خلال النظر في كثرة الحروب والوقائع، 1700 حرب وواقعة تحصل في داخل هذا المجتمع في فترة وجيزة، مع أن هذا المجتمع كان كريم وكان سخي وعنده عادات هم جيدة أيضا. والاعتداء والسرقات وقطع الطريق والتشتت، وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب. لاحظ الزهراء سلام الله عليه كيف تصف لنا دناءة تخلف المجتمع، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان، ما فيه صفة حسنة، مع أنه كان عنده بعض الصفات كالكرم وغيره، لكنها ما كانت يعني ما كانت تؤثر أثرا استراتيجيا في حياته. متى تغير هذا المجتمع؟ يوم اللي جاءت الدعوة الإسلامية وجرى التركيز على القيم الأخلاقية الكبرى. يوم المجتمع هذا اتصف بالإزاء، يعني بإزاء تلك الأخلاقيات الصغرى، اتصف بالأخلاق الاستراتيجية والكبرى، هذا أعانه على أن ينجز إنجازات حضارية كبرى وأن يحدث تغييرات أساسية في داخل المجتمع العربي. لذلك يمكن أن نطل إطلالة سريعة بحسب ما يتناسب المقام. عندما جاءت الدعوة الإسلامية والحديث عن الأخلاق الاجتماعية بشكل موجز، عندما جاءت الدعوة الإسلامية ما هي الأخلاق الكبرى التي أكدت عليها؟ وهذا طبعا من الأمور، هذا الكلام يقال لا من باب الإخبار إنما من باب الإنشاء، يعني مثل هذا ينبغي أن يستشري في زماننا، في مجتمعاتنا، في عصورنا، حتى نرتقي. احنا الآن لو نجي نفرز الروايات ونفرز
سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسيرة المعصومين الكرام عليهم الصلاة والسلام، ما هي الخلاصة التي يمكن أن نصل إليها من خلال هذا الفرز؟ الأخلاقيات الكبرى ما هي كانت التي أكد عليها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأيضا طبقها على وجه الأرض بشكل سريع؟ الأول كان التسامح، وهذا مو كان وقتي، لأن المجتمع العربي فعلا كان وقتيا زمنيا فعلا كان يحتاج إلى هالسمة، لأن صفة اللا تسامح عنده، حب الانتقام، كانت من الأمراض الأساسية المعشعشة التي ولدت حروب ووقائع، فكان يحتاج بإزائها إلى ثقافة. يمكن أن يقول قائل أن التركيز كان على سمة التسامح كان زمنيا، مو لأنها سمة كبرى، وإنما لحل معضلة يعيشها المجتمع العربي. هذا كلام سليم، لكن هذا لا يمنع أن تكون هي في حد نفسها من الأخلاقيات الكبرى، لأن لما نظرنا إلى النصوص اكتشفنا عظمة هذا الموضوع. لما تقول الآية المباركة فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وننظر في الروايات ونشوف ثواب التسامح، آنئذ نكتشف أنه كان من الأخلاقيات الكبرى، فأجره على الله. أطلقت الآية وسكتت. شنو يعني فأجره على الله؟ لو الإنسان يسرح بخياله هكذا، شنو معنى فأجره على الله؟ إذا قال لك شخص فأجره على الله، وش تتوقع من الله؟ ما يمكن أساسا أن تتوقع شيء، صحيح؟ لأن ليس كمثله شيء، فعطاؤه ليس كمثله شيء، فكيف سوف يعني تضع في خيالك صورة لهذا الأجر؟ بس الروايات قربت لنا الموضوع، أعطتنا مورد من موارد فأجره على الله، أنه يدخل الجنة بغير حساب. صور هذا العطاء العظيم في مقابل العفو والتسامح، يدخلون الجنة قبل العالمين، فتقول لهم الملائكة أقبل الحساب؟ جايين داخلين الجنة قبل الحساب؟ يقولون إن الله عز وجل من علينا وتفضل بذلك. ما كان عملكم في الدنيا؟ قالوا كنا إذا ظلمنا عفونا. تسامح يعني، هذا الذي جسده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حياته بصور عديدة لا تخفى على جميع الحاضرين. هذا واحد، وهو من المسائل الهامة جدا. اثنين اللي الروايات كثيرة أكدت عليه، الصدق والأمانة، هذا من الأخلاقيات الكبرى. انظر، يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بما بلغ علي ما بلغ عند رسول الله. شنو الصفات التي كانت عند النبي، عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى حظي بهذه المكانة فأصبح نفس النبي صلى الله عليه وآله؟ فالزمه، قال بما بلغ علي ما بلغ عند رسول الله. قال الصادق عليه السلام ما بلغ علي ما بلغ عند رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. هذه من الأخلاق الكبرى. ولهذا الحسن بن محبوب يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول له يا ابن رسول الله أيكون المؤمن بخيلا؟ لدى مقابل الكرم يقول يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم، يعني قد يكون، يمكن يصير بخيل، يعني يمكن أن يصدر منه البخل، مو أن البخل سمة زينة، لكن يمكن يصدر منه مثل الفعل هذا، يصير عنده حرص على الأموال وكذا ويبخل. في رواية هل يكون جبانا؟ قال قد يكون. هل يكون بخيلا؟ قال قد يكون. النبي صلى الله عليه وآله،
هل يكون كاذبا؟ قال لا ولا خائنا. المؤمن لا يكون كاذبا ولا يكون خائنا. هذا من السمات الكبرى اللي تجعل الإمام علي سلام الله عليه في هذه الرتبة عند النبي صلى الله عليه وآله، لأنه كان صادق الحديث، لا يراوغ ولا يكذب ولا يلف ويدور، كلامه كحد السيف، وأمين لا يخون في جميع أفراد الأمانات. كانت الأمانة أموال، أو كانت الأمانة أعراض يستأمن عليها الإنسان، أو كانت الأمانة أسرار يستأمن عليها الإنسان، لا يخون، لا يفشي هذه الأسرار المؤمن. هذا من الأخلاقيات الكبرى، الترابط الأسري، هذا من الأخلاقيات الدينية الاجتماعية الكبرى اللي على رأسها بر الوالدين والإحسان إليهم وصلة الأرحام. بر والديك واقصر على الجنة، وعقهما واقصر على النار. هذا خلق، معناه خلق عظيم. وصلة الأرحام اللي الباري جل وعلا يلعن قاطع الأرحام 3 مرات في الكتاب العظيم، كما قال مولانا زين العابدين وسيد الساجدين وهو يوصي ابنه الباقر عليه الصلاة والسلام، والتكاتف الاجتماعي وما إلى ذلك من الأخلاق الهامة التي ينبغي أن يتحلى بها المجتمع. الأخلاق، التكاتف الاجتماعي الذي يجعل الإنسان يعطي من نفسه للآخرين، حتى بعض الأحيان لو قلل من عطائه لنفسه. يأتي ذاك الرجل في المدينة المنورة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، سأل من أكرم الناس، فدلوه على بيت الإمام الحسين عليه السلام، فجاء طرق الباب وهو يقول لم يخب الآن من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت رجاء وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. في الرواية الإمام سلام الله عليه كان يصلي فخفف من صلاته، شوي أسرع حتى يقضي حاجة هذا الرجل. خرج، رأى رجل محتاج، التفت إلى قنبر، قال يا قنبر كم بقي عندنا من نفقة بيتنا؟ يعني هذا أموال خاصة للإمام عليه الصلاة والسلام ومحل حاجة إلى أهل البيت. قال 100 درهم. قال جئني بها فقد جاء من هو أحوج إليها، أو من هو أحق بها، عفوا، جاء جئني بها فقد جاء من هو أحق بها. وأخذها الإمام سلام الله عليه وسلمها كاملا لذلك الفقير، وهو يقول خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير، والكف مني قليلة النفقة. شوف قد أعطى الإمام سلام الله عليه من نفسه لمن؟ لإنسان خارج حريم بيته، من أمواله الخاصة المخصصة لداره. هذا النوع من أنواع التكافل الاجتماعي، هذه قيم أخلاقية كبرى ينبغي أن نهتم بها في حياتنا الاجتماعية. هكذا يعلمنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان بهذا الخلق الرفيع وهذه الروح الإنسانية المليئة رحمة بالآخرين. سبحان الله، يسألون من يسأل، هذا الرجل يسأل أهل المدينة من أكرم الناس، كلهم يشيروا للإمام الحسين،
لكن عندما عزم الحسين عليه الصلاة والسلام على الخروج من المدينة لم يخرج أحد منهم معه. يفرقون بين الحب والعلاقة مع أهل البيت الروحية وبين الواجبات والالتزامات، لكن خرجت تلك الثلة الطاهرة. وإن كان الحسين لم يأمرهم بشكل صريح في المدينة بالخروج معه، لكن في مكة أعلنها صريحا: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا. إن شاء الله لما علم الحسين سلام الله عليه أن لا بقاء له في أرض مكة عزم على الخروج. قل بدل حجتك يا حسين وعمر مفردة جعلها طواف الكعبة مو هاليوم، والأعمال بدلها المناسك في أرض لطفوف يا مظلومة أجلها على جسمك تطوف أيتام من تصعد عليك الخيل. شوف هذا التوصيف الدقيق والمقارنة بين كربلاء وبين مكة المكرمة، بين تلك الفاجعة الكبرى وبين تلك المناسك. يقولوا الهرولة حين تفر من الخيام مفزوعة وتسعى للجسد وتشوف من مكسر ضلوع، لأن ما تلقى لك ناصر ولا لك صيحة مفزوعة، إحرامك ثوبك البالي أغسلك دم شبيه السيف، وعندك تلبيات انت تعقدها برض لطفوف تلبي بذبحة العباس وتلبي بقطع الجفوف وتلبي بذبح عبد الله اللي يقضي بالظما ملهوف، والتقصير ذا قطع وراسك بالألم والويه. وحسينا قام فيهم خطيبا قائلا: ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وباء أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص من يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته وهي مجموعة له في حضيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وخرج الحسين سلام الله عليه من ديار مكة بالسحر، وما أن طلع الفجر إلا هو على مشارف مكة المكرمة، وكان عبد الله بن جعفر زوج زينب ابن عم الإمام سلام الله عليه، عبد الله بن جعفر الطيار عليه الصلاة والسلام، كان قد كتب رسالة للإمام يقول له فيها: أن لا تبرح مكة حتى أصل إليه. وإذا وهو قادم باتجاه مكة ابنه أشار إليه قال: أبك أني أرى قطارا الساعة يخرج من أرض مكة في يوم الثامن من شهر ذي الحجة، وقطار يعني قافلة كاملة تخرج تسير باتجاه غير اتجاه مكة المكرمة. لاحظوا ما الذي قال، قال لي: يا ابني ارحل. ريد يتأكد من الخبر لأنه فزع، أريد اليوم شوي صرخة باسم الإمام.
الإمام سلام الله عليه. ها ونقدم طلباتنا وحوائجنا إلى الله، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا في هذه الساعة. اقل يا ابني يا ابني ارحل وباوع في الركب زين، يلا بصوت واحد ها، والله كلامك ذوب قلبي على حسن وحسينا، اخاف الركب مطرود من قوم المضلين، لو الركب مطرود ما والله مشوشاه. روح تحقق من الخبر واتني بالتفاصيل. مضى الولد عاد وجاء بهذه التفاصيل، يقول هادي ضعينة ماشية مشية سلاطين، وعدهم هوادج وظن وياهم نساو. شوف الأوصاف التي يذكرها، ها لسان الحال يقول راياتهم كلها يا بويا حيدرية، وما شمايلهم بلا شك هاشمية، وهذه الهوادج للحريم الفاطمية. صرخة ثانية ها، وهل على الميمون جن خالي حسين وحسينا، ومدري يسوقون الضعن لا وين يردون، شنه السبب باكر الموقف ما يحجون، واسمع الناعي والحرم كلهم يونون، حنوا لطم صدره وهلت دمعة العين. جاء عبد الله بن جعفر ضم الحسين إلى صدره، أبا عبد الله إلى أين المسير؟ قال له حجي ما هو بالحج، حجي يوم عاه صدري الكعبة والحجر نحري المن، وحجر النبي اسماعيل هو الأكبر المبروه، حجي وسعيه في طفوف الغاضر، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم.